أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا البرنامج، برنامج قبل الفطور. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقبلت جمالا يا رمضان، أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلألأ بالقرآن، بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلألأ بالقرآن، بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. يا شهر الخير وكلك خير، نشتاق بقربك للغفران، ونصوم نقوم ونولي العير، جودا ينسون به ذاك الحرمان. حياكم الله يا جماعة في هذا البرنامج وهذه الحلقة. حياك الله يا أبو تميم. بقاك الله. حياك الله يا أبو باسل. أهلا وسهلا. في أول شيء مبارك عليكم الشهر. الله يبارك. مبارك أيضا على من يشاهدنا في هذه اللحظة. شو نقول حق أنفسنا ابتداء، وماذا نقول أيضا لمن يشاهدنا في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك؟ والله ودنا أن نبشر مثل ما كان يبشر محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا حدث عظيم، انك انت تكون الان في رمضان، هذه نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقبل رمضان كان يبشر الصحابه، وكان به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءكم رمضان، جاءكم رمضان، كانه قاعد يبشرهم بقدوم هذا الشهر الكريم. جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق ابواب النار، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا أخي هذه الكلمة الأولى من الحديث هذا العظيم، والله العظيم نحتاج أن نكررها ونقولها بيننا، جاكم رمضان، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام جاءكم رمضان. استبشار ها في أن هذا الشهر أطل على المسلمين. فعلا مرحبا بهذا الشهر العظيم. سبحان الله، يقول الشاعر أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. سبحان الله، أعظم ما يستقبل فيه رمضان أن يتوب الإنسان إلى الله، أن يجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وأن يرجع إلى الله عز وجل. والله يا إخواني أعظم ما يستقبل به رمضان أن يطبق الإنسان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أن يعمل بقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني أفهم من كلامكم كلام الشيخ نايف أن أول قضية أن احنا نستبشر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.